مش شايفه رد فعل على فكره. دي يوميات الشمالين وكانت بناء على طلب جماهيري تم اعاده عرضها. كان لها عرض في مسرح الحياه تاليف الاستاذ محمد المساعيدي واخراج منفذ الاستاذه سلوى محمود. حقيقه العرض يحتاج شكر ناس كتيره جدا. اول حد اشكره هو حضراتكم بحضوركم ومحبتكم كبيره، فعايزه تحيه كبيره لنفسكم. عايزه اشكر اداره مسرح الرابع الثقافي الاستاذ حسام الجيسي، تحيه كبيره جدا. صاحبنا في الحفله كان المايسترو ناصر الشباوي. بصراحه ناصر الشباوي مش مجرد مايسترو عادي بالنسبه لنا، هو عضو وسط الجنوب، والحقيقه كمان كان عنده شغل وقال لي هلغيه عشان حفله وسط الجنوب لان انتوا الاغلى عندي. فتحيه كبيره لناصر الشباوي. الشغل اللي شفناه في المسرحيه، الاول انا هبدا بالناس اللي بدات في اول الحفله عشان يعني ابدا باصغر الاعضاء لان هم دول يستاهلوا تحيه كبيره جدا. حافظوا في وقت قصير جدا، خدوا بالهم من برنامج كويس جدا، اعتقد انكم ما لقيتوش غلطه في اللي هم عملوه، فانا عايزه ابدا باللي انا بديت بيه برضه هني بيه. محمود تامر. محمود تامر مشي؟ محمود تامر تحيه كبيره. كمان عندي المعجزه الجميله اللي احنا شفناها، عملت حاجتين، غنت لفيروز الطفله الصغيره وغنت كمان للسندريلا سعاد حسني مع حلا المعتاوي. نبدا بقى بالناس اللي اشتغلت وتعبت، ومعانا كمان ميرال تامر. ناخد قبل بقى ومش بالضروره بالترتيب لان بصراحه هم عملوا مجهود رائع جدا. هاخد اول حد هيلانا وعمر حضرس. فارس طيب، قبل ما يجينا فارس
الصحاب يعني فاجئني بتمثيله في يعني في الرومانسي او الكوميدي. حد كان طالع بيطلع دايما شراني برضه في كده بدل الاستاذ محمد المسيحي شراني شراني يعني. النهارده فاجئني بالرومانسيه وفاجئني بالكوميدي مع موسى كامل ومنى جلال. موسى كامل وهلانا موسى كامل وهلانا عايزة كمان أهني نجمة كبيرة نجمة الأوبرا اللي ليها كان ليها كلمة خاصة وكان ليها كمان ختام خاص مع الجميلة اللي أسعدتنا. بصراحة مش أسعدتنا بس هي خلت قلوبنا كده اتخطفت في الحب. فمع نجمة دار الأوبرا المصرية هاجر سعيد. كمان النجمة ضيفت الشرف الجميلة اللي شرفتنا النهاردة أمنية طارق. في نجمة بقى بفطرتها وتلقائيتها كانت مجننة جوزها. هي بتتعامل عادي زي أي زوجة مصرية في البيت. جنينة يعني ده الحالة اللي احنا بنشوفها في كل بيت على فكرة. أقول ولا عايزين تسألوا على حاجة؟ نعم. فاتن السيد ووليد المصري. مع الشاعر الجميل الراقي أخويا الغالي عليا جدا جدا جدا. مع سامي سلوم. عايزين الاستاذ فارس على وجه السرعه فارس الورشي. وليد في حد بقى بتاعنا خالص كان مضيف الشرف برضو واعتقد استمتعتوا معاه بالقصيده اللي دخل فيها اول العرض. الشاعر الجميل جدا 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 الراقي جدا اللي انا يعني فعلا بقدره على المستوى الشخصي الاستاذ الشاعر محمود السيد. عرض الشماليل كان من مخرج المنفذ صاحبتي وحبيبتي وبحبها جدا القلب طيب قوي 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 والحد الجميل جدا 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 سلوى محمود. ده تحت قيادة حد بيخلص قوي في شغله وبيبذل مجهود كبير جدا 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 الحقيقه ما بيبخلش على فريقه باي حاجه دايما دايما بياخد باله قوي من كل واحد في الفريق دايما دايما بيهتم بكل واحد في الفريق لانه بيحب كل فريق جنوده دول جنوده يا جماعه. طبعا اقصد قائد الفريق مؤسس صوت الجنوب الاستاذ محمد المساعيدي. Thank you.
الحقيقه اللي يستحق التحيه اكتر من اي حد فينا حضرتك. تحيه كبيره ليكم. لو سمحت لا ننسى نشكر ونحيي الدكتوره سلوى ذكري على تقديمها لينا كلنا في الصوره دي. شكرا دكتوره سلوى ذكري وشكرا لحضراتكم جميعا. استاذنكم احنا نسينا نحيي اهم عناصر الفريق اولياء امور الناس اللي كانت معانا. استاذ سعيد ورد محمود تامر ونيران كل مجنة في الصفر فاطمة الصعيدي واختنا وزميلتنا في الفريق فاطمة. استاذنك يا استاذ سعيد تيجي بعد اذنك. انا مش شايف من هنا هو موجود ولا فين. عايزه اهني كمان زوجة عضو صوت التنوف اللي دايما الحقيقه دايما بتعور ظهره الاستاذه ندى. تفضلي يا استاذه ندى. دايما هاجر ودايما بصراحه وراء كل حاجه. مامة ميران محمود ست جدعه ما بتسيبش مكان الا لما بتسعى عليه وبتبني فيه. فانا بحييها من ميران مكاني. اشكركم جدا جدا. I'm gonna make it.
يا جميل، شاعر جميل.